بدأت شعبي ولا كملت شعبي؟ كان بدايتي ان انا بغني اقرب للون، لان انا طلعت في جيل، كان جيل بصراحه انا شايف ان كنت محظوظ ان طلعت في وسطيهم. يعني كنت انا وكان الاستاذ محمد فؤاد والاستاذ ايهاب توفيق، كلهم هو نفس الجيل بتاعي يعني. كلهم، وطبعا كان جيل طلعت في حميد الثمانينات بأواخر أوائل الثمانينات. يعني اوائل التسعينيات انا اشتغلت. التسعينات. اوكي. كان جيل بقى، جيل حميد بقى، الكومب اللي عمله حميد ده كان عامل حاله معينه في المزيكا، الاستاذ حميد الشاعري. وطلعنا بقى بنقدم كلمه حلوه ونقدم مزيكا حلوه، بس طبعا يعني ايه، اضطريت لظروف الحياه اني اغني شعبي عشان اقدر اشتغل واقدر يعني اعيش يعني. طب ما تسمعني حاجه دلوقتي تاني غير الشعبي، حتى حالا. لو مش ليك، عشان انا برضو الناس تسمع وتشوف ان اللي غنى شعبي ممكن يغني اي حاجه. حالا حالا. يا قلبي يا ده أسير الحبايب، يا قلبي يا ده أسير الحبايب، يا قلبي يا ده أسير الحبايب.